الحمد لله ذي الفضل والإنعام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مؤسسة الرسالة التنمية، اليوم 24 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 9 ديسمبر 2020. مؤسسة الرسالة التنمية بفضل الله أتينا في هذه القرية، قرية بيتابا، حيث قمنا بمناضلة لأهل هذه القرية، وقد استجابوا هؤلاء، والقرية بمحيطها الكنائس كثير. القرية يوجد عديد من الكنائس، وبفضل الله رغبوا هؤلاء في دخول الإسلام بعد أن قمنا بمناضلة. نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الإسلام ولأن ينطقون الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله. والآن سينطقون الشهادة بلغة محلية بإذن الله. Muvuge cyane. Nikinze ku Imana ngindi nde shaytani yavumye. Nikinze ku Imana ngindi shaytani. Fadl la atayna fi hadhihi al-qarya fi hadha al-yawm yawm al-arba'a atayna fi hadhihi al-qarya qaryat bibuya wa qumna bi